كعك البردقان، وصفة عندي إياها على إنستغرام من زمان، عطول بتدور عليها وما بتلاقوها، كرمال هيك قلت بدي أعملها ليوتيوب خصوصي. أهم شي بكعك البردقان إنه هيدا كعك فيجيتيريان، يعني ولا فيه بيض ولا فيه حليب، حتى فينا نقول هيدا كعك فيجن لأنه بس فيه عصير بردقان، زيت نباتي، سكر، طحين وبيكنج باودر. في أهون من هيك وصفة؟ كباية من السكر، معلقة صغيرة من الفانيلا، وراح نحط لهم برش البردقان يلي هو رح يعطي كل النكهة الطيبة لهالوصفة. تقريبا معلقة كبيرة من برش البردقان، ثلث كوب من زيت النباتي. أمي كتير بتحب تعمل كعك، على فكرة زحلة مشهورة بالكعك والقربان، يعني معقول تلاقوا كعك بحليب، كعك بلبن، كعك ببردقان، قربان معمول، أكيد نعمل معمول، بس هيدي من الوصفات اللي كتير منحبها. ليه؟ لأنها خفيفة وطيبة مع فنجان قهوة، حتى كنا ناخد منها على المدرسة. فبس حضر هالوصفات هيك ترجع لي الذكريات. بدنا ننخل الطحين، رح نحط 3 كبايات طحين تقريبا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورح اخلطهم وبشوف اذا بدهم بعد يمكن شي ربع كباية من الطحين، بنشوف قديش بياخدوا. هيدي الوصفة ما بدنا نحطها نتركها لحتى تتخمر، هيدي مثل الكيك فيها بيكنج باودر، يعني بس بنطر هيك 10 دقايق بلش قطع وكعكن ودغري على فرن حامي على درجة حرارة 180، بحطهم تقريبا بدون ربع ساعة لثلث ساعة. وصفة كتير سهلة كتير سريعة، مش ضروري يكون عنا كتير اشياء بالبيت لحتى نحضرها، ومثل ما قلت لكم كتير منيحة للي هلا الترند الفيجن فيجيتيريان ريسيبيز. وبس يطلعوا من الفرن هيك هني وسخنين بنحطهم على شقفة قماش لحتى تسحب الرطوبة مثل العادي. كل الكعك بستعمل أنا نفس الطريقة، بخليهم يبردوا